السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه. أرحب بكم من جديد، دائما معكم سيف. أصدقائي، إن شاء الله سنتكلم عن غريزة أنثى الحسون فيما يخص اختيار مكان بناء العش، وهل تغير أنثى الحسون المكان يعني من العش إلى العش الثاني؟ حاولوا انبسطوا. يعني كاين أنثى حسون مثلا تبني لك في العش هذا وتنتج وتكبر الفراخ تاعها، هل تعيد الإنتاج في نفس العش أم تغير العش؟ الكثير من الإناث تغير العش تلقائيا، يعني العش هذا تكمل فيه الإنتاج وتروح مباشرة تبحث على عش آخر، يعني راح تختار عش آخر وتبني فيه. إذن ما هو الحل بالنسبة لإنتاج الحسون في السلكة أو في الأقفاص؟ في القفص هنالك بعض الإناث تنتج بنفس العش، يعني نفس العش تنحي لها أنت العش اللي كان مبني وتخلي لها العش البلاستيكي ولا العش الآخر، المهم راح تبني لك فيه. وكاين بعض الإناث تنتظر حتى تغير لها العش. لماذا؟ ممكن في العش الأول أزعجها الفاش فلن تبني فيه نهائيا، يعني كاين بعض الأعشاش اللي يزعجها فيها الفاش، الأنثى راهي تشوف اللي كاين الفاش ما راحش ترجع له، تستناك يعني تنتظرك أنت حتى تغير لها عش جديد. وهذا ما أفعله أنا في السلاكة، يعني أنثى الحسون هذه الخلوية بنات في عش واحد كملت الإنتاج الأول، مباشرة شريت لها عش واحد آخر ودرتها في مكان آخر نقلت ليه كذلك. وفي المرة الثالثة في العش الثالث هذا كذلك بحثت على عش آخر بدأت تبني فيه. يعني أنا دائما نكثر الأحشاش في السلاكة، يعني ما راش ندير أنا مثلا عندي ثلاث إناث راح ندير ثلاث أحشاش، لا، دائما نكثر الأحشاش ونديرها في أماكن مختلفة إن شاء الله. كما أنا راكم تشوفون يعني كانت في عش آخر وتنقلت هنا في العش هذا نتاع بلاستيك. أما بالنسبة لنوعية الأحشاش، نوعية الأحشاش بالنسبة للطائر الحسون ما يهمش، تقدر أنثى الحسون تبني في عش بلاستيكي كما تقدر تبني في عش مبني يعني مصنوع من الحلفة، تقدر تبني في أي عش، المهم أنت وفر لها. وكذلك واش دير، تقدر أنت عندك في السلاكة تقدر تدير نوعية واحدة، مثلا تدير كل أحشاش بلاستيكية، وتقدر كذلك يعني تدير أحشاش مختلفة، تدير بلاستيكية، تدير اللي مخدومة بالحلفة، تدير أحشاش أخرى، ما يهمش، المهم أنت هنا واش دير كثر الأحشاش في السلاكة، لأنه كما قلت لك كاين بعض الإناث أو غالبية الإناث تغير العش بمجرد ما أنها تكمل الإنتاج الأول تروح تغير العش وتروح لمكان آخر، يعني تبحث على عش آخر إن شاء الله لتبدأ في الإنتاج الثاني ولا الثالث. أما في القفص كما قلت لكم أصدقائي كاين بعض الإناث لو كان تغير لها العش في القفص متعاوش تبيض لك، يعني تبيض لك عش أول ومن بعد تحبس لك. وكاين البعض لا اللي تنتظر هي كاش ما تبدلها انت العش. لذا دائما اصدقائي كونك متيقن يعني ودائما تبع الطيور تاعك، ما تبقاش تخسر بالانتاج. انتجت بالعش الاول نزحت الميش هذاك اللي كاين الامورات كامل خرجوا الفراخ من العش، انتظرت الانثى ما حبش تبني عش اخر اوتوماتيك يعني تلقائيا روح بدل لها العش، يعني جيب عش اخر جديد ان شاء الله نقي وعاود ركبوا لها وشوف. يعني كاين بعض الإناث ما تعاوش تبني لك في العش القادم إن شاء الله. أصدقائي دائما نوضح لكم بعض المعلومات فيما يخص إنتاج الحسون، وشكرا.